بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. قبل اي حاجه بنتمنى الشفاء العاجل لمحمد طوجاي وكمان حسين بن عياده، نتمنى لهم الشفاء وربنا يشفيهم يا رب من اللي صابهم، وان شاء الله باذن الله يقوموا على خير. ثانيا بقى انا عايز اتكلم شويه مع الاخبار اللي هي بالماضي يحس بالحرج، بالماضي يحس بالكرك، في اجواء توتر. ايه مش ناقصه جنان؟ فرقه عملت تحاليل طلع ان في لعيبه عيناتها ايجابيه، خلاص حجروهم. ايه المشكله؟ او ايه المشكله بجد والله؟ لعيبه مهمه بس مش عناصر اساسيه. ربنا يشفيهم حسين عياده كان هيقعد احتياطي لرامي بن سبعين، والناحيه الثانيه توغاي كان هيقعد احتياطي لعيسى مندي ويوسف عطال. ايه المشكله بقى؟ ايه الحيره؟ ايه القلق؟ نقعد يا جماعه نتمنى ان ربنا يشفي اللعيبه، نقعد نقول يا رب يشفيهم، نقعد نقول يا رب تم شفاهم على خير، نقعد نكتم على الاخبار شويه. مش اول ما خبر من معسكر منتخب الجزائر في قطر وقعنا عليه، يلا انشر بقى انشر بقى انشر بقى. مش ناقصه جنان اهي. توصيل المعلومه للناس حاجه مهمه، بس في معلومات كتيره جدا بيكون يجب عليكم انكم توصلوها مش بتوصل، فاشمعنى يعني الاخبار السلبيه هي اللي انتم مركزين عليها؟ هي واضح ان هي بطوله نحس اساسا، بس حاجه عاديه يعني، احنا عمالين ياجلوا فيها من سنه، بس احنا بنتمنى كل التوفيق، بنتمنى شويه استقرار، شويه استقرار، استقرار، عايزين شويه استقرار اعلامي، بحيث لما تقول المنتخب الجزائري منتخب او فريق مرشح اول لتتويج باللقب يبقى فريق مهيئه الظروف ليه ان هو يروح ياخد البطوله. مش انت بسم الله ما شاء الله قوي خبر تقع عليه من بعثه المنتخب، الصحافه كلها تسمع والخبر يتم تمحوره، وتلاقي كمان الناس بتزج باسم يوسف البلايل لمجرد ان هو كان في قطر. لا مش ناقص يا جماعه، نقعد كده بالعقل والمنطق، ونتمنى للعيبه الشفاء العاجل، ونتمنى يا رب ان الموضوع بتاع الكوفيد ده ما ينتشرش في منتخباتنا العربيه، علشان خاطر احنا عارفين اساسا ان موضوع المحترفين مضيق علينا الموضوع، فربنا يستر كمان من حالات الاصابات. ربنا يستر على منتخبنا المصري، احنا لو عملنا تحاليل احتمال الفرقه كلها تطلع عندها، بس ان شاء الله باذن الله كله بيعدي، كله بيعدي ان شاء الله باذن الله، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب الجزائري في كاس الامم الافريقيه. والله ده كان رايي وده اللي انا كنت شايفه، ان الموضوع مش مستاهل كل الضجه دي، نتمنى كل الشفاء العاجل للعيبه مهما كانوا لعيبه مهمه. فانت عندك 25 او 28 نجم في المجموعه كلها، فلو في نجمين عندهم اصابه ففي 26 راجل يقدروا ان هم يحلوا مكانهم، مفيش اي مشكله يا جماعه. نتمنى كل الشفاء للعيبه لا اكثر ولا اقل. ان عجبك الفيديو اعمل لايك، ان ما عجبكش فهذا رايك الشخصي، براحتك بقى.